السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مساكم الله بخير. معكم اخوكم ركان وخلاتكم جيم سنتر. اليوم جاكم حلقة جديدة وجيم جديد من السلسلة الغاضبة، سلسلة شعب الهن اتلا توتال وور اتلا. طبعا الحلقة اللي رايحة تعتذر يمكن كان في مشكلة الصوت وشيء خارج عن إرادتي، في ناس قاعدين يتكلمون في التعليقات على أساس أني متعني، فأتمنى أنكم ما تظلموني وتسامحوني، وأنا متفهم أنه التعليق على المقطع شيء لابد منه، لكن هذا الشيء خرج عن إرادتي. في ناس برضه قاعدين يعلقون كأنه في أحد توفى، فأتمنى ما تكبرون الموضوع، يعني لأن هذا حادث وشيء يصير عادي. فطبعا المعركة هذه أعزائي المشاهدين أنا أقول لكم النتيجة من الحين، المعركة ذي خسارة فادحة، المعركة ذي هي ضد الجيش أبو شنب اللي ما كان ودي أقابله في اللحظة هذه. المعركة ذي غير متساوية نهائيا، لأنه جنود الشعب حقي هم أزبل جنود، أوكي، في شعب الهند جنود أفضل من كذا بمليون مرة، لكن في المعركة هذه ضد جنودهم اللي شفتهم أنا قبل شوية وحللتهم بغض النظر عن المقلاع، يعني ماني خايف من المقلاع بقدر ماني خايف من الخيالة حقتهم، من أحداث المواجهة الكثيرة واللي دمهم كلهم كامل، يعني كاملين أعدادهم كامل. هذا الشيء بيصير لنا قرشة، لكن بإذن الله تعالى بنحاول نستغل الهضبة هذه، يعني هذا التضاريس يعني هي الشيء الوحيد ممكن يفيدنا هنا. فبإذن الله تعالى بنسوي استراتيجية تفكنا من شر الفرس، مهندسين الحرب القدامى. زي ما شايفين فاعتذر مرة أخرى عن الحلقة اللي راحت، يعني ما كان فيه صوت، إن شاء الله بإذن الله ما عاد تتكرر، نتأكد منها دائما كل حلقة. برضو بحاول وقت الحلقات كله يعني ما يتعدى نص ساعة حسب طلب الكثير من الناس، وهذا طلب قديم ما هو طلب جديد، ولكن بما انه تكرر وازعجني صرت كل ما ادخل التعليقات اشوف تعليقات ما لها دخل بالفيديو، هذا الشيء يزعجني كثير، احب ان الفيديو يكون دائما في تعليقات لها علاقة بمحتوى الفيديو يعني. واتمنى ان شاء الله يعني انه اكون دائما عند حسن ظنكم وعند حسن ان الشيء اللي تبغوه، يعني الشيء اللي تبغوه بسويه اذا كان شيء معقول يعني، وانا ما يهمني صراحه مده الفيديو، تبغون نص ساعه تبغون 10 ساعات I don't mind at all، لانه انا في النهايه برتاح يعني من الامور هذه. فلما تقول لي نزل نص ساعه لا تنزل ساعه، انا اللي مستفيد الاكبر، مقطع بيرفع بسهولة وأنا بقدر أصور بالساعة هذه حلقتين مو حلقة واحدة، فما عندي مشكلة. It's okay، أهم شيء إنه كنتم مبسوطين، وهذا القناة للجميع. فظهرت عندنا أول قوات ما راح نهجم، نبغاهم هم يهجمون، وهذا الشيء خطير جدا قاعد يسويه، لأن عندهم مشكلة مرشنيري كافاليري، لو عندهم فرسان ما هم يعني سكيرمش، عفوا ما هم سكيرمش يعني ما هم روما، كان قلنا أوكي، لكن مشكلة فرسان هم روما، والروما الفارسيين معروفين،
عندهم الريت اوف فاير عالي يعني زي تقريبا يعني نفس وحداتي، بس عندهم يعني لو نشوف هنا فيه وحدات عندهم لايت شو اسمه ذي مديم شك فلري ولايت شك فلري، هذه شوية قوية الوحدة ذي، هذه وحدة شوية قوية، هذه يعني مشكلة، هذه الوحدة مشكلة، هذه يبغى لها ثلاثة خيالة مواجهة عشان ايش. والسبب الهيلث حقهم عالي يعني الهيلث قروش. اوكي الهيلث حقهم قر وشه. بدأت ترمي المقاليع على المشاه حقوني. هذول لايت، هذول لايت ملي. عندهم برضه الجنرال قروشة مرة، جنرالهم مرة قوي، أقوى من الجنرال حقي. أنا حقي ميديم ملي يعني. الجنرال حقهم هيفي ملي. أوكي. هذا شيء مقرمش. خلنا نشيل هذولا. جات لنا الحين خلنا نوقف شوية ونشوف ايش صار معانا هنا. ولا والرمي هذا بيقرش اخوياي شوية بس مو مشكلة. فهم بعد ما التحموا بالوحدة ذي لازم عندهم أربع خمسة خيالة ورا، طبعا مقلاع برضو. وهنا خيالة طيب لحظة انا مشي لك بشويش زي ما شايفين خش في الخيال حقونهم. هذول احداث الصدمة. حاول نرجع ذا ونجيبه مرة ثانية هنا. لا لا هنا هنا تعال لحق ذا. ايوه مرة ثانية.
Our men return to the fight. دخل الجنرال حقهم. وخر من المشاة يا اي يا غبي. والله التحكم في ذا اللعبة حس مضروب. شوف البقرة، شوف ما راضي يمشي. شيء عجيب. أكثر. ارجع 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 ارجع. من كثر الاحداث اللي تصير يعني هذاك انسحب، هذا الله يستر. هذا احداث مواجهة. Our forces have found their courage. Back to the fight. ايوه زي كذا، ما في الا كذا. خش التحم مع ذاك، كلكم انتم على ذا. عاد الجنرال يا سلام. طيب سكيرمش كافاليري، هوت رجله هوت رجله. وقف الحمار ذا. الله خلصانا يا ابو الشباب. يا كثرهم. يا سلام يا سلام. يلا هناك 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 كلكم. صراحة تحس خطط مضروبة. طيب يلا لازم ننحاش على شكل سكيرمش. نجتمع ورا نفس الشيء، نرميهم. شلنا منهم شيء كبير خلاص، طيحان المورال. شوف هذا من اول معطيه وضعيته انه يضرب، شوف ما يضرب، شوف واقف. وافرق. واو الجنرال واقف يا لي. راح فيها فجأة، ما صار مدين يتحكم فيه، فجأة رجع صار مدين يتحكم فيه. يلا مو مشكلة، إنما أتوقع خسرناه بشيء كبير. خسرناه ولا 500. هذا عيب شعوب الهن البدوية أو الشعوب اللي على شكل هورد، الولاء عندهم ماشي أبو كلب، فيطيح ولاك بسرعة.
المهم لما الجنرال راح في ام امها ولا ما في امل يعني نهزم الجيش ده صعب، لكن يعني ما في اي توازن حقيقي يعني. بس قدرنا نبهذلهم شوي، شلنا منهم 500 جندي وهذا شيء كبير. هذا حلو بيزيد لك الولث فلوس ريبلنشمنت، بس هذا سمعته شوي ابو كلب. فمات الجنرال أولدن اللي هو الملك حقنا، هذا ملك جديد. طيب طبعا الدخل صار 1400، جنود كثير ماتوا. هذا واحنا مو مكبرين يعني، هذول الميجرز اخويانا. هذا واحد من جيوش هذا الشعب اللي داخلين ضده في حرب احنا. طيب طيب ايش نسوي الحين؟ هذا الشعب شكله هذا برضه داخلين ضده في حرب؟ لا مو داخلين ضده في حرب بس زعلان مني. طيب هذا الركسلاني اما علاقته معاه تتحسن، شلون انا محاربه؟ ما ادري. هذا صارت سالب 11. Greetings. Speak plainly and without. هذا تتحسن. My time is better. طيب. أبو شنب. أبو شنب هذا قروش والله. يبغانا نعد العدة عليه. طيب خسرنا الجنرال، في عندنا نقص رهيب بالفود. هنا عندنا جنود مدمجين بشكل جنوني. هنا نفس الشيء. فوضعنا ما هو مرة ولا ندري هنا وش فيه بالضبط، بس بدينا نطلع ايش. مهم ان نطلع ذا. هذا حكيم. Priests are experts in administration and masters of manipulation. They are recruited via the recruit agents button when a settlement is selected, but may require. مهم الحين يساعدنا هذا عشان يعلمنا وش فيه هنا. هنا مو ظاهر عندي في شيء. فالعموم الجيش هذا لازم يعني نشوف لنا حال نحاش بعيد. أكتار الحين. وين هذا أكتار؟ على العموم توضيح بسيط، بس هذا الشيء تكلمت عنه الحلقة اللي راحت. بس بما ان الصوت ما تسجل، فالخط الابيض بالعلاقات بشدة الاسرة يعني علاقة طبيعية، الخط الاصفر يعني علاقة تبني، والخط الاحمر يعني علاقة غير شرعية، علاقة محرمة. فهذا يعني الولد مثلا، الاطفال الاثنين ذولا جايين من علاقه محرمه، ما هي يعني ما هو شيء شرعي. اوكي هذه هي السالفه وما فيها. فهذا الشعب خطير لازم ننتبه منه. ما هو داخل ضده في حرب، بالعكس داخل ضد الركسلاني. Speak quickly and well. Speak ill or slowly and I may feed your tongue to the dogs. اركد علينا بس. طيب ما مدري سمعان انا جريشن باكت. ما حد يحبك كونك هورد، كونك شعب هورد يعني شعب كذا من البادية، ما حد يحبك. طيب هذا
You honor us. There is food enough for two armies awaiting us when we have talked. There's a good pork roasting for you, and better ale and mead. Good and noble friend, what an honor you do us. Come, speak so that the spirits can hear your words. My people cannot move at every wolf howl. All right. For the tribe. All right. On our way. Gods be praised. Excitement. ضروري ضروري اخلي ذا العلة يكمبر. حتى شوف المباني لما تتفجع وجهك زي كذا تتكسر المباني، لها تكلفة التصليح، فعشان كذا ريبير كوست 450. بما اني عندي فلوس بريح واصلحها عشان التور الجاي تتصلح. هنا بحاول اجي هنا، والله الركسلاني قروش هنا. طيب خلينا نجي نمشي على الاقل. ما عاد بس عبرت النهر، اي صح رايح ربع المسافة. طيب هنا نفس الشيء، نهر لو عبرته بتروح المسافة كلها. شوف خلينا نجرب. بس مديني اريح بعد ما عبرت النهر، لان عبور النهر ياخذ مسافة كبيرة في المشي، فيعني وضعيتنا ما هي مرة حلوة. عزيم شدين هالملاعين ذولا يبغى لهم ضربة ثانية، وناوي لهم. انا حطيتهم في راسي الحين، يا ولد من يجنا. طيب ايش في هنا؟ بدنا نطلع جيش. ايش ذا الوحده دي؟ اكسن تك تك، هذول ممتازين. بس يا اخي والله شيء يقهر، يعني قيمتهم 550 وياخذوا لك من الداخل 284، والله تو ماتش يا اخي. عشان كذا مصعبينها، والله ياخذون من الداخل شيء خرافي. فيري هارد، هذا مشكله. طيب هذول وش هذول؟ اكسلنت ريت اوف فاير، برضه غاليين يعني. شيء جنوني. هذول على عموم مرتزقة، الجيش حقي هنا أنا، هذا ممتاز ضد الخيالة، فإحنا يبغانا شيء يعني. برضه هذا شوف قيمته 330، احتفاظ فيه 165. دايم نحتاج نعد العدة عزام شادين. هذا الوحدة جديدة الشمانة فترن سكاي، من الدخل 300 ياخذ، ومن فلوس عادية بس 528. بس 528 بس ما يبغى أكثر من كذا. مساكين طيب عزام شادين، تبقسنا. مات الجنرال حقنا، ما كان يهمني موت الجنرال بقدر ما كان يهمني اني ادمجهم. انا عارف يعني معركة صعبة صراحة مرة، بس دمجت حلو يعني، شلت حوالي 600 جندي اوكي، شلت منهم الخيالة حقهم تقريبا يعني، ذا هبلت فيهم بس انقهرت ما شلت الجنرال. قوي مرة يعني، هيفي ميلي انفنتري، وهالزلابة قلت له تعال ادخل ما يبغى. شوف جاء قرب، ما قدر يوصل لي بس قرب.
اشوني انا بالعنية يعني كنت عارف انه ما راح يقدر يوصلني. These swinish people will threaten us soon enough. So my lord offers armies. انت مين انت؟ انت وش انت؟ خير يا طير. من هذا؟ من وين طلع له ذا؟ يبغاني اهجم على ذا وهذا اصلا وضع معاه قاعد يتحسن. كل تبن بس. الشعر ذا اصلا يعني يقرب لي، انا داخل معاه في حرب يعني. على العموم سبجكت واحد اسمه رف، one of your neighbors is competing in a local Kasai event requesting your sponsorship of his entry. This is a large prize and honor to be gained from winning the event. Engage in faction political to deal with. طيب هذا واحد بيتحارب معايا كذا يعني مبارزة، يتبارز زي كذا، والمطلوب مني مثلا prevent his entry, his mind should be on war not games. يقول يعني ممكن تقول له مع نفسك احنا ما احنا جايين هنا نلعب، خلينا نركز على الحرب. هذا هو رف، وهذا واحد ثاني ما ادري وجيههم ما تتشابه. sponsor his entry, this man is both fit and full of girl, proof of his skill will serve us well. قلت له ما مشكلة خلنا يجي نحاربه. الزلايب جو مرة ثانية صلحنا مباني احنا، عددنا 10 عددهم 19 بس معاهم خيال اكثر ذا، بلعب معاهم حبشة. ما ابغى ادخل في الشتاء هنا. عن الفود رجع 70 صلحنا المباني، هي اللي طيع الفود المباني. خلنا نجيب عليهم ذا، نبدأ نلعب بالجواسيس حقنا. ماشيين على شجرة التكنولوجيا ذي، ممتاز. هنا ما أدري صراحة، what if I came here you have more orders than here. Gods be praised, excitement. انا قال له اخر من الشتاء وابعد عن الاهبل ذا. For the tribe. طيب أعزائي المشاهدين، حبيت بس أشكركم لدعمكم المتواصل. بسبب دعمكم هذا يعني وصلت إلى مواصيل ممتازة، ولا زلنا نوصل كل يوم. فمؤخرا زي ما شايفين الحين قدامكم، أتمنى أنكم تشوفون هذا الشيء اللي قدامكم. جاتني دعوة، أنا تكلمت في الموضوع ذا بس ما كملته قبل حلقتين لأنه صار في شيء داخل الجيم من الثاني. فجاتني دعوة من جروب في الجوجل بلس اسمه توتال وور يوتيوب كوميونيتي، مجتمع لاعبين، مجتمع كومنتيتر ألعاب توتال وور بشكل عام. كلهم طبعا 150 كومنتري تقريبا، أجنبي أغلبهم، 152 كومنتري زي ما شايفين. أنا الوحيد العربي اللي فيهم. أشكر هذا دراغون هارت
برضو كونتري مشهور، واحد ثاني اسمه وورير في سبارتا. اشكرهم على هذه الدعوة، ما يفهمون ايش قاعد اقول. بس انه اذا في شيء صار فانه صار بفضل الله سبحانه وتعالى وبفضل دعمكم. دخلت معهم في الجروب، ما صار شيء كبير، لكن مجرد انهم يعني يلتفتون لي ويدرون انه والله في واحد اسمه راكان حتى ما هو خواجه عربي ويدعوه الى هذا الجروب وادخل ويشكروني ويقولوا لي اني قاعد اقدمه شيء كبير ومدري ايش، هذا بحد ذاته اكبر دعم لي واكبر محفز اني اواصل. فطبعا برضو من ضمن الجروب، من ضمن 150 عضو الموجودين زي ما شايفين هذه الصورة الثانية موجودة، طبعا يعني كثير كومنتات كلهم اجانب، يعني ما ادري اذا في عرب ولا لا، بس اغلب اللي شفتهم كانوا اجانب، ومنهم زي ما شايفين الصورة اللي تحت كومنتنا مشهور اسمه لاين هارت، هذا انا طبعا، وهذول الكومنتاتر اللي يحب يدخل جروب يعني يشوف. ما ادري اذا بدك تدخل بالضبط ولا لا، بس اذا بتطلع عليه يمديك تشوف اذا تعرف انجليزي يعني تستفيد صراحه من الكلام الكثير اللي يكتبوه على اللعبه، وهو كلام يخص الكومنتاتر لانه يعني في مجال عملهم وفي كيف يعني كيف تختم وش زي كذا، استراتيجيات وطرق ممكن تفيدك في التختيم ككومنتري، يعني ما هو كلاعب عادي، لأنك لما تجي تلعب الحالة غير لما تلعب قدام الناس واسترجالي كذا. كثير ناس يحسبون الشيء اللي قاعد أسويه سهل ما يدرون يعني فيلم هندي. ف حبيت بس أشكر دوركم في الدعم ذا، لأن يعني أي شيء نحققه في القناة هذا بفضل الله سبحانه وتعالى ثم بفضل دعمكم. طبعا تحدثت لهم برضو عن اللعبة وكيف أنها ممكن يعطوني معلومات تفيدني، وأعطوني ما قصر الشباب اللي هناك أغلبهم من بريطانيا ومن الأشياء هذه، فحبيت بس أطلعكم على الموضوع ذا. وإن شاء الله الحلقة الجاية برضو راح تكون إن شاء الله أحمز من هذه، وحبيت بس أني أقول لكم أني دائما شايف تعليقاتكم ومستمع ليكم، وأحب دائما أحط الحلقات زي ما تبغونها، وإن شاء الله بإذن الله ما راح تعدي 40 دقيقة كل حلقة. مع السلامة.